دلوقتي هنتكلم عن الـ Duodenal and Small Intestinal Neoplasms. هنبدأ بالبوليبس. البوليبس عندنا منها خمس أنواع، بيبقوا أربع أنواع بيبقوا نون نيوبلاستيك، تمام، وتلاتة نيوبلاستيك. يعني هنتكلم عن كام نوع؟ هنتكلم عن سبع أنواع، تمام. طيب النون نيوبلاستيك دول بيبقوا حاجة منهم يا دوب هايبر بليجيا، إن هي يا دوب كبرت شوية في الطول فحصل فيها إيلونجيشن، أو انفلاماتوري يا دوب في انفلاميشن فهي سودو بوليب، يعني هي التهاب بس مش بوليب حقيقية، تمام. زي مثلا في حاله الالسرتيف كولايتس لما الجلد يتاكل فيبقى الحتت الطبيعيه باينه كانها بوليب، او في حاله البلهاريزيا الشوك بتاع الاكز بتاعت البلهاريزيزس بيعمل انفلاميشن وإريتيشن فيخلي حتت كده يحصل فيها انفلاميشن، فبرضه دي سودو بوليب، تمام. يبقى الانفلاماتوري دي مش ترو بوليب، دي سودو بوليب، تمام. طيب في حاجه تانية هامر توماتس، بتلاقي فعلا فيها شكلها كده بوليب طالعه، تمام. هي عباره عن نوعين، نوع بيجي جوفينايل بوليب يعني بيجي في السن الصغير، جوفينايل نفتكرها كده كانها بيجي للاطفال، تمام. وبيدز جيجهر، بيدز دي نفتكرها كانها بذره، تمام. فالبذره بذر بطيخه بقى بتبقى لونها اسود فهي فيها بيجمنتيشن، بيدز جيجهر ده بيجي في ايه مع بيجمنتيشن، تمام. ده مبدئيا كده. الاول هوريك شكل الحاجات دي كلها علشان لما نيجي نقول الوصف بتاعهم تفتكرهم. هكلمك الاول عن الهايبر بلاستيك بوليب. ببساطه الهايبر بلاستيك بوليب بتبقى الونجيتد، ما هي هايبر بلاستيك، تمام، elongated colonic glands، تمام، وفيها scantilamina propria، ماشي. الانفلاماتوري بقى فيها التهاب، تمام. فالالتهاب ده بيخليها ان هي islands of inflamed regenerating mucosa، تمام. الحته دي عماله تتاكل كل شويه زي في حاله الايه قلنا ulcerative colitis والاكز بتاعت الشيستوزوما، تمام، اللي هو في حاله البلهاريزيزس يعني. طيب عماله تعمل inflammation وirritation، فكل ده هيبقى surrounded بايه بالسريشن، هتلاقي حتت كده ايه فيها مبقعه كده دم، تمام. طيب الجوفينايل بوليبس بقى، الجوفينايل دول بتيجي في الاطفال فهي بتبقى ايه دايليتد وفيها ميوسين فيلد، تمام، سيستيك جلاندز، وفيها برضو اوقات اباندنت انفليمد ستروما بس طبعا مش زي الانفلاماتوري. طيب البوز دي جاكهر، الجوفينايل دي قلنا ان هي ايه كاركترستيك للجوفينايل بليدنج، تمام. قلنا فوق الجوفينايل فيها بليدنج، تمام. فهوريك شكلها جروس دلوقتي هتلاقي فيه فعلا بليدنج. طيب البوز دي جاكهر ده قلنا فيه بيجمنتيشن، بس ده طبعا مش هيبان على الليفل بتاع الميكروسكوب، هيبان على ليفل الكلينيكال بيكتشر. هوريك دلوقتي الكلينيكال بيكتشر بتاعت البيت جاجر فهتلاقي فيها بيجمنتيشن فعلا. طيب البيت جاجر بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى معانا سموث ماسل كور، تمام، سموث ماسل فايبرز كده طالع منها برانش جلاندز، تمام، وفي الاخر هتلاقي ايه الهامرتومتس بوليبس كده، تمام. ده ببساطه البيت جاجر. طيب تعالى نبص على الجروس بتاعهم. اللي هي الهايبر بلاستيك دي ما فيهاش حوارات مش هنشوفها، تمام، لكن الثانيه اللي هي انفلاماتوري ده طبعا شبه الالسراتيف مثلا، تمام. تلاقي كده ايه الجلد الجزء من الميكوزا العاديه متاكل ففيها ارسريشن كده، فالباقي باين كانه ايه بوليب طالعه بس دي سودو بوليب، تمام، في حاله الالسرتيف كولايتس. طيب دي كده في حاله الجوفينايل بيبقى فيها بليدنج، والبليدنج ده بيبقى مينلي من جاي في الـ في الـ يعني في الـ في, الـ في الكولون وريكتم من الاخر كده، هقول لك الاماكن بتاعتهم برضو. ده كده البودز جاكر بيبقى فيه بيجمنتيشن، تمام، بودز جاكر بيجمنتيشن ده اللي انا عايزك تفتكره، تمام. طيب نتكلم عنهم واحده واحده كده بقى، ولما نيجي للنيوبلاستيك برضه هوريك النيوبلاستيك وهوصفها لك كلها. تعال نتكلم بالمره عن النيوبلاستيك شكلها. تيوبولر دي بشكلها بيبقى عامل تيوبيولز، تمام، يعني تيوبولر جلاندز كده بتبقى فيها جلاندز. فيلاس بتبقى شبه الصوابع، تيوبولر فيلاس ميكسد، تمام، اهي التيوبولر دي عامله شبه الجلاندز اهي. الفيلاس تعالى خلينا نميلها كده عشان ايه تشوفها واضحه، شايف صوابع، تمام. طيب دي كده تيوبولو فيلاس فيها الصوابع دي بتاعت الفيلاس وجزء التيوبيولز اللي فيه جلاندز. طيب يبقى كده اتكلمنا عن قلنا الاول تيوبولر فيها جلانس عاديه، فيلاس صوابع، تيوبولو فيلاس فيها ميكسد. طيب التيوبولر بقى بيقول لك ان هي بتبقى عباره عن ستوك من النورمال كلينيك ميوكوزال ميوكوزا فيها هيد كومبلكس برانشنج زي كده، هيد كومبلكس برانشنج، تمام، ولو جريد ديسبليجيا. هربط لك كل الكلام ده دلوقتي بس انا بديك انترودكشن لسه. ويبقى عندها حاجه اسمها روسبيري هيدز شبه راس الفراوله كده، شوف روسبيري هيدز، تمام. الفيلاس بيبقى نورمال نيومرس سيرفيس بروجكشنز، فيلاي صوابع طالعه كده، تمام، كراودد ديسبلاستيك جلاندز، ماشي، فيها ديسبليجيا لان دي اصلا بتبقى فيها الريت بتاع ان هي تبقى مالجننت عالي جدا مقارنه بالتيوبولر. يعني التيوبولر دي غالبا بتبقى طالما قال لك نورمال كولونيك ميكوزا يبقى غالبا دي بناين، لكن الفيلاس دي غالبا مالجننت، تمام. طيب التيوبولر فيلاس بتبقى ميكستشر بقى فيها ده وفيها ده، فهي برده بتبقى يعني احتمال ان هي مالجننت ما بين الاثنين، ما بين البناين وما بين المالجننت، تمام. طيب نتكلم عليهم واحده واحده بقى كده. خلينا نبدا الاول بالنون نيوبلاستيك. نون نيوبلاستيك يعني بناين، تمام، فاحتمال انها تبقى نيوبلاستيك قليل جدا جدا جدا، وهقول لك ليه دلوقتي. طيب معانا دلوقتي الهايبر بلاستيك قلنا ان فيها الانجيشن، بتيجي فين؟ بتيجي في الناس اللي سنها كبير 6 ل 7 ديكيد يعني من 50 ل 70 سنه. طيب السايد بتيجي في الكولون،
بتيجي في السيجمويد، قصدي الهايبر بلاستيك في السيجمويد كله، لان السيجمويد واسع ففي مكان للهايبر بليجيا تقدر تكبر فيه، تمام؟ لان احنا قلنا ان هي بتبقى ايه، طويله، تمام؟ وممكن تيجي سنجل مالتيبل، بتبقى اقل من 5 سم في الحجم، يعني 5 مللي، ما مش تكبر بقى تبقى 10 متر، يعني اقل من 5 مللي تبقى صغيره، تمام؟ طيب الشيب بقى بتبقى هيمسفيريك نيبل لايك سموث سيرفيس سيسايل، سيسايل دي يعني لازقه في السيرفيس على طول، ماشي؟ الهايبر بلاستيك سيسايل دي غريبه شويه، يعني الهايبر بلاستيك دي سيسايل ملهاش رقبه، كانت بتبقى طالعه كده على بعضها، ماشي؟ طيب الانفلاماتري سودو بوليبس بقى اللي هي بتبقى انفلاميشن، فهي غالبا هتبقى سيسايل برضو، بس اوقات ممكن تبقى بيدونكليتد، تمام؟ طيب الانفلاميشن ده ممكن يحصل في اي عمر، فهي بتيجي في اي ايج، يعني الالسيتيف كولايتس والبلهاريزا دول ممكن يجوا في اي عمر، تمام؟ طيب النمبر بما ان انفلاميشن فغالبا هتبقى مالتيبل، يعني سنجل دي قليله قوي فهي غالبا مالتيبل طبعا، تمام؟ بتبقى ايلاندز من الانفلامد ريجينريتنج ميوكوزا، فهي اهم كلمه في الانفلاماتري انفلاميشن، انفلامد ريجينريتنج ميوكوزا سراوندد باي السيريشن، تمام؟ وفيها ايه في الميكروسكوبيك بيكتشر، هنلاقي ايلاندز اوف انفلامد ريجينريتنج ميوكوزا سراوندد باي السيريشن، نفس الكلام، تمام؟ اهي اللي انا وريتها لك اهي، بص السيريشنز، تمام؟ ميوكوزا فيها التهابات، اهي التهابات التهابات التهابات، تمام؟ كل دي التهابات، تمام؟ طيب نرجع تاني للهامرتوماتوس بقى. طيب احنا طبعا كل دول بنتكلم عن مالجنسي، فيهم المالجنسي قليله جدا 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 في دول، في الهايبر بلاستيك يعني ما فيش مالجنسي في الهايبر بلاستيك والانفلاماتري والجوفينايل، تمام؟ مع ان الالسرتيف كولايتس اوقات طبعا ممكن يقلب بمالجنانت، يعني يحصل السيريشن وريجينريشن لحد ما تيجي واحده الخلايا يحصل فيها ميتابليجيا وتقوم عامله كانسر، بس هي في حد ذاتها الانفلاماتري دي، الانفلاماتري بوليبس نفسها هي نون كانسرس، لكن المرض ممكن يعمل كانسر، تمام؟ طيب الكلينيكال برزنتيشن بقى في الجوفينايل بوليبس، احنا قلنا الجوفينايل بوليبس اهم كلمه فيها ايه؟ بليدنج، تمام؟ بليدنج، وهي بتيجي في الاطفال، فبيبقى عندهم ريكتال بليدنج بسبب ان الستوكس بتاعت البوليبس دي لفت حوالين نفسها فعملت بينفول انفاركشن، زي ايه؟ زي دي كده، هي دي جوفينايل بوليبس، بص بليدنج دي كده عملت تويستنج حوالين نفسها وعملت بليدنج، فدي اكيد بيدنكليتد، عشان يحصل لها تويستنج لازم يكون ليها رقبه، ما هو بيدنكليتد يعني ليها رقبه، سيسايل يعني لازقه على السيرفيس، فدي مثلا ممكن تكون سيسايل، الهايبر بلاستيك ممكن تكون سيسايل، لكن الجوفينايل لا، الجوفينايل ليها رقبه عشان كده بيحصل لها تويستنج، بيحصل لها هيموريدج وتحصل بليدنج في الاطفال، تمام؟ طيب الجوفينايل برضو ريد، افتكرها ان هي بقى بتنزف، فهي ريد سموث سلايتلي لوبيوليتد، ماشي؟ طيب ما احنا لسه موريها لك اهي، سموث وسلايتلي لوبيوليتد، شايف ادي لوبيوليتد اهي وسموث اهي، ماشي؟ طيب ايه تاني؟ قلنا ان هي ميوسينس فيلد سيست جلاندز، ماشي؟ بما ان هي سموث وبتاع بيبقى فيها ميوسين، وقلت نفس الكلام ده اهي، ميوسينس فيلد اهي، ميوسينس فيلد. طيب وايه تاني؟ وفيها انفليمد ستروما طبعا. طيب واهم حاجه فيها اللي هي ريكتال بينفول انفاركشن. طيب البوتس جاكر قلت لك فيها بيجمنتيشن، انا عايزك بس تاخد بالك من حاجه، الهامرتوماتس بوليبس، الهامرتوماتس يبقى هيريديتري. طب الهامرتوماتس فيهم ايه؟ الجوفينايل والبوتز جاجر، تمام؟ يبقى الهامر افتكر كده كانه طفل صغير ماسك شاكوش في ايد وماسك بذر البطيخه في ايد، تمام؟ جوفينايل اللي هو الطفل، وفي الايد اللي ماسك فيها البذره ماسك فيها بوتز جاجر، تمام؟ فدول يبقوا كلهم ايه؟ هامرتوماتس، هامرتوماتس بوليبس، جوفينايل بوليبس، بوتز جاجر، تمام؟ فده هيريديتري وراثي، تمام؟ طيب الجوفينايل قلنا اكتر مكان بتيجي فيه هو الريكتم. طيب البوتس جاكهر، تخيل ان واحد بياكل بطيخ، البطيخ ده هيعدي على الاورال كافيتي وهيعدي على الجي اي تي كله، من اول الاستومك والسمول انتستين لحد الكولون، فهو بيمشي الجي اي تي كله، تمام؟ البوتس جاكهر بذره بطيخه يمشي الجي اي تي كله وبيعمل بيجمنتيشن، فتلاقي شفته بيجمنتد وتلاقي الميوكوزا بتاعه الاورال كافيتي بيجمنتد، تمام؟ زي ما وريتها لك هنا، بص بيجمنتيشن. طيب ايه تاني؟ الميكروسكوبيك بيكتشر بنلاقي هامرتوماتس بوليب، سربرايز، ما هي اسمها، هي طبعا هامرتوماتس بوليب، فهي فيها هامرتوماتس بوليب، تلاقي فيها برانشنج جلاندز، تمام؟ تلاقي فيها سموث ماسل فايبر، ما انا لسه موريها لك اهي، بص ادي سموث ماسل فايبر دي وفيها برانشنج جلاندز، دي اللي هي ايه؟ بوتز جاكر، تمام؟ طيب ايه تاني؟ بتلاقي فيها ميلانوتيك ميوكوزا اند كيوتينيوس بيجمنتيشن، فيها ميلانين لان فيها بيجمنتيشن، منطقي، بس هي دي الشاذه اللي فيهم، هي دي الشاذه في النون نيوبلاستيك دي، عندها اسوشيتد، يعني هي نفسها مش مالجنت، بس هي اسوشيتد ويز
intestinal and extra intestinal malignancies. تمام؟ افتكر ان الولد ده اللي كان بذره البطيخه، بذره البطيخ وقفت فين؟ في في في, في التراكت بتاعها، ما عرفتش تكمل لحد ما تنزل، دوست في الطريق لانها قابلت سرطان. فالبيتز جاكهر بيبقى فيه اسوشيتد مالجنسيز، هي نفسها مش مالجنت بس هي اسوشيتد ويز مالجنسي. تمام؟ طيب ندخل بقى على الجزء الثاني اللي هو النيوبلاستيك. النيوبلاستيك قلنا التيوبولر، عايزك تربطها لي كده. التيوبولر دول عامه الشعب والمرتزقه، كتير الناس دي عايشه في شقق. تمام؟ الفيلاس عايشه في فيلا. تمام؟ التيوبولر دي قلنا جلاندز، تمام، وهي شبه الطبيعي، فهي الريسك ان هي تبقى مالجنت قليل. طيب الفيلاس دي عايشه في فيلا، تمام، فهي سيسايل لازقه في الفلور، وتلاقيه قصير وغني ويعني عايش في فيلا، ماشي، وده بما انه غني ومعاه فلوس ربنا ما بيديش حد كل حاجه، فابتلاه بايه؟ بكانسر، فهو عنده هي بوتنشالي مالجنت. تمام؟ انفيزيف كارسينوما في 40% سبيشالي في اللارج وانز، يعني الناس الغنيه قوي اللارج وانز يبقى عندهم هاي جريد ديسبليجا، تمام، ويبقى عندهم مالجنسي. ماشي؟ طيب يبقى الفيلاس الكبيره يبقى فيها مالجنسي. الفيلاس دي اللي هي عامله ايه؟ شبه الصوابع، ما انا قلت لك دي الفيلاس. تمام؟ ودي كده الايه؟ الجلاندولر اللي هي التيوبولر، ودي تيوبولو فيلاس. تمام؟ طيب نكمل. التيوبولر عامه الشعب المرتزقه، راسهم فاضيه عامله شبه الفراوله، روزبري هيدز اللي هي دي، روزبري هيدز. ماشي؟ طيب والستوك والهيد والكلام ده كله، كل ده انا قلته لك، ودول لو جريد، ده محدود الدخل، لو جريد ديسبليجا. تمام؟ بس دي حاجه حلوه طبعا، طالما فقير ربنا ما بيدي، يعني ربنا ما بياخدش من حد كل حاجه ولا بيبتلي حد بكل حاجه. لو جريد ديسبليجا يبقى ده قليل احتمال السرطان عنده، لو ريسك مالجنسي بوتنشال. تمام؟ طيب الفيلاس دي هتبقى عليها فيلاي كتير وكراودد ديسبلاستيك، ديسبلاستيك دي ديسبليجا. تمام؟ ديسبلاستيك جلاندز، ثانيه كده، الديسبليجيا دي تخليها احتمال السرطان عندها كام؟ 40%، خصوصا مع الاحجام الكبيره. ماشي؟ طيب التيوبولو فيلاس ما فيهاش اي حوارات، هي ميكستشر ما بين التيوبولر والفيلاس. تمام؟ وانترميديت ريسك. طيب بتبقى سيسايل ولا بيدنكليتد؟ دي غالبا بيدنكليتد. ليه؟ ما هو التيوبولر، التيوبولر ده بيبقى عنده رقبه، رقبته بيبقى ماشي رافع راسه كده، ده راجل بيشتغل بدراعه، تمام، وبيعمل فلوس، ده بيمشي رافع راسه وسط الناس. لكن ده واخدها ايه؟ بياكل فلوس حرام. تمام؟ ده بيبقى ما عندوش رقبه، رقبته مقصوفه كده، سيسايل. تمام؟ التيوبولو فيلاس ده في ميكس، ساعات بتلاقيه غالبا بيدنكليتد. طيب يعني ماشي على سطر وبيسيب سطر، ده شويه بالحلال وشويه بالحرام. طيب الهايبر بلاستيك بقى، هي هايبر بليجا، يا دوب هايبر بليجا في السيرفيس، فهي سيسايل ما عملتش بيدنكل. لكن الانفلاماتوري يعني ممكن تبقى سيسايل وممكن ساعات تبقى دنكليه، بس هي غالبا سيسايل. تمام؟ الجوفينايل، الجوفينايل ده بقى ولد لسه مولود رافع رقبته قوي بقى، ده بيدنكليتد. تمام؟ يبقى البيدنكليتد مين؟ الولد اللي لسه مولود والراجل الشقيان. يبقى الراجل الشقيان التيوبولر اللي عايش في شقه، تيوبولر، تمام، احتمال السرطان عنده قليل، بيدنكليتد. تمام؟ الجوفينايل بتبقى برضه بيدنكليتد، الباقيين بيبقوا غالبا سيسايل. ماشي؟ ده كده باختصار جزء البوليبس. طيب هقول كام نوت سريعه كده برضو، انا ما كنتش قلتهم او ما وضحتهمش كفايه. دلوقتي في الهايبر بلاستيك هو الايدج بتاعها هي ممكن تيجي في اي ايدج، تمام، اي وقت ممكن يحصل فيه الهايبر بليجا دي. تمام؟ بس الفكره ان هي بتكتشف ما بين ال 6 ل 7 ديكيد، يعني من 50 ل 70. تمام؟ من 50 ل 70 سنه. طيب في كمان في في الجوفينايل بوليبس، تمام، ان هي انا قلت لك الجوفينايل هي جوفينايل عموما يعني بتيجي في اليونج ايدج، تمام، فبتيجي في الفيرست 2 ديكيدز. ماشي؟ بس كمان ممكن لو جت في الادلتس تيجي في اي عمر بقى، بس هي غالبا بتيجي فين؟ بتيجي غالبا في الجوفينايل، يعني جوفينايل يعني في الصغيرين. تمام؟ طيب في كمان في البيتز جاجهر، انا قلت لك ان هي لما اقول لك بيتز جاجهر تفتكر معاه ان هي بيبقى معاه اسوشيتد مالجنسي على مسار الجي تي، فهي لا مش بس مسار الجي تي، ممكن تيجي كمان اكسترا انتستاينال، يعني انتستاينال او اكسترا انتستاينال مالجنسيز. ماشي؟ بجانب انها طبعا معاها صبغه اللي هو الميلانين زياده، فهي فيها بيجمنتد. تمام؟ بتلاقي بيجمنتيشن على الميوكوزا والكلام ده كله، على شفه البيشنت او الميوكوس جلاند، الميوكوس سيرفيسز بتاعته. تمام؟ طيب في التيوبولر بقى انا قلت لك دول عامه الشعب والمرتزق. طب ليه هم عامه الشعب والمرتزق اصلا؟ لانهم كتير. تمام؟ دولت الاغلبيه. ماشي؟ دول ذا موست كومن تايب اوف ادينوماتس بوليبس. طيب كمان حاجه، عامه الشعب والمرتزق دولت قلنا ان هم فقراء، تمام، فهم الفقير غالبا بيعيش سنجل، فهم نصهم سنجل، 50% منهم سنجل. ماشي؟ طيب والميزه بقى ان هم فقراء وبتاع، ربنا ما بيبتليش حد بكل حاجه، فالاحتمالات المالجنسي فيهم اقل، لو جريد ديسبليجا. تمام؟ هو ده الموست الموست كيسز، يعني تبقى عندها لو جريد ديسبليجا، فده احتمالات السرطانات فيها اقل.
بس ما زالت عندها احتمال سرطانات، يعني في جزء ممكن يجي له سرطان. طيب الفيلاز بقى قلنا ان هم دولت عايشين في فيلا، تمام، فدولت الاغنياء، فدولت ده بيبقوا عاملين شبه الكولي فلاور، تمام، يعني شبه الكرنبيت، اللي هو راجل من كتر الاكل بقى عامل شبه الكرنبيته كده، تمام. طب اوريك صورته، بص شكلها كده فعلا شبه الكولي فلاور، فهي ليها الكور بتاعها سموث ماسل وطالع منها الفيلاي، الدايمتر بتاعها حوالي 10 سم والفيلاي يعني طولها حوالي 3 سم، تمام. طيب يعني كده بنقول ان هي كام، 10 سم، بما انها سيسايل فانا ما رسمتها لكش بروجكشن، لا هي سيسايل، فهي 10 سم دايمتر و3 سم البروجكشن الارتفاع بتاعها، تمام. ده كده نوتس سريعه. كمان حاجه برضو اخيره في البوتس جيجهر، ده اوتوزومال دوميننت، ماشي. هو احنا قلنا الهامرتومز عموما هيريديتري، تمام، البوتس جيجهر بقى بالذات ده اوتوزومال دوميننت ديزيز. طيب ايه الريسك فاكتورز ان انا يحصل عندي مالجنت ادينوما؟ اول حاجه حجم الادينوما، لو هي كبيره قوي زي الفيلس مثلا، قلنا الفيلس هي اكتر واحده بيحصل فيها مالجنت ترانسفورميشن، فده ليه علاقه بالسايز. النمبر مثلا هنتكلم قدام شويه عن الفاميليا الادينوماتوس بيلبوس، يعني خلال ثواني هنتكلم عنها، بيبقى فيها عدد ضخم من البوليبس، يعني من 500 ل 2500 بوليب، فدي بيبقى فيها احتمال ان يحصل كانسر 100% يعتبر، تمام. هو بيبقى يعني حاجه و90 بس بنقول مجازا 100%، تمام. طيب في الحاله دي احنا هنشيل الكولون كله بسبب البوليبس الكتير دي، بتبقى واخده الفرشه الكولون كده كانه سجاده، تمام. فعشان كده بقول لك كاربت ذا ميوكوزال سيرفيس اوف ذا كولون، ماشي. طيب كذلك الهيستولوجيكال اركتكتشر، زي مثلا قلنا في الفيلا ستايب، يعني الفيلا ستايب في حد ذاته بيحصل فيه مالجنسي اكتر من التيوبولر، فده له علاقه بالهيستولوجيكال اركتكتشر. كذلك الابيثيريال ديسبليجيا، قلنا كل ما تزيد الديسبليجيا كل ما تبقى هاي جريد كل ما تزيد احتمال المالجنسي، زي عشان كده قلنا في اللو جريد اللي هم محدودي الدخل اللي هم التيوبولر قلنا عندهم احتمالات المالجنسي اقل من الفيلاس اللي هي هاي جريد، تمام. الكلينيكال فيتشرز بقى عموما، لو هي صغيره هتبقى اسيمتوماتيك، لو هي طبعا عماله تعمل بليدنج هيحصل معاها اوكالت بليدنج، تمام، فممكن يعمل انيميا. كذلك مثلا لو هي في السمول انتستين ممكن تعوق الابزوربشن، وكذلك معاها بليدنج فممكن تعمل انيميا، وممكن كمان لو هي كبرت شويه تعمل انتستينال اوبستراكشن. ممكن كمان يحصل على فكره بوليبس في البيلاري تراكت نفسه، فيحصل بيلاري كوليك او انها تضغط بقى على التراكت نفسه، تمام، وتعمل لي اوبستراكشن في البيلاري تري. طيب انا علشان يتكون عندي ادينوما من الاساس اصلا لازم يحصل عندي ميوتيشن في تو جينز، تو سبريسور جينز. الاول اسمه، بما انه الاول هيبتدي بحرف الاي، اي بي سي جين، تمام، وده تيومر سبريسور جين، لما يحصل فيه ميوتيشن ده يسهل ان يحصل عندي ادينوما. تاني ميوتيشن بتحصل في حاجه اسمها بيتا كاتينين جين، بما انه تاني خطوه فهي بي، يبقى الاولاني قلنا اي اوله، التاني بي، بيتا كاتينين برضو ده تيومر سبريسور جين. اول ما التو ميوتيشنز دول يحصلوا ساعتها احنا كده يبدا يحصل عندنا ادينوما، والادينوما تو تايبس، يا اما فيلس، يا اما بيدنكليتد قصدي، يعني ليها رقبه كده بيدنكليتد، يا اما سيسايل، سيسايل يعني لازقه على السيرفيس نفسه، تمام. بعد كده الادينوما دي ممكن يحصل لها مالجنت ترانسفورميشن فتعمل لي بقى ايه، ادينوكارسينوما، وبعد كده الادينوكارسينوما دي تبقى انفيزيف، تنفيد الميكوزا والسب ميكوزا بقى وتعمل ميتاستاسيس والكلام ده كله. طيب زي ما قلنا كده بسبب الميوتيشن اللي بتحصل في الاي بي سي تيومر سبريسور جين، بتخليه ان هو يعني التيومر سبريسور جين هو بيسبريس التيومرز، فبما انه حصلت فيه ميوتيشن وقفته فكده هيبدا يحصل تيومرز. التيومرز دي هتبدا على هيئه ايه، هتحصل على هيئه بوليبس، تمام. فاكتر حاله منهم هم طبعا كل مجموعه الامراض دي كلها اللي هي فاميليا البلوبيز السندروم، بوليبوز السندروم، هم كلهم اوتوزومال دوميننت، تمام. وهما كمان انكومن، يعني الحاجات دي مش منتشره جامد، لان هي يعني من رحمه ربنا برضو بما ان هي دوميننت واوتوزومال، فيعني كويس ان هي مش كتير يعني، تمام. بس هي معاها فيري هاي ريسك اوف مالجنت ترانسفورميشن، وكلها سرطانات بتيجي في، يعني مش بس في الكولون، لا بتيجي في حتت كتير، يعني الفاميليا الادرومتس بوليبوزس ده بيجي اصلا مالتيبل بوليبس مثلا من 500 ل 2500 بوليب، تمام. وبما انهم كتير احنا قلنا عامة الشعب والمرتزقة نوع من البوليبس اللي بيبقى كتير للدرجة دي ايه، بيبقى تيوبولر، فهي موستلي تيوبولر، تمام، وبتبقى عاملة من كتر البوليبس بتبقى عاملة كأن الكولون لما نبص فيه كده جروس بيكتشر بنلاقيه عامل كأنه سجادة كده طالع منه البوليبس، بص كأنه سجادة كاربت كده، تمام. طيب المشكلة ان دي كده كده هتقلب بكانسر، زي ما قلنا بتقلب بكانسر احتمال 100% المالجنت بوتنشال، فلازم معاها بتشيل الكولون كله، تمام. وكل ما منين ما نذكر فاميليا الادينوماتس بليبوزس لازم نذكر اي بي سي ميوتيشن، اي بي سي ميوتيشن، لان هيزيد فيها عدد البوليبس، تمام، عدد البوليبس قلنا من 500 ل 2500، فده كله مالجنت، تمام.
بتظهر امتى؟ بتظهر غالبا في الادولسنس والايرلي ادلتهود. فنفتكرها ازاي؟ بما ان هي اسمها فاميليال فنفتكرها كده: family teaches you how to say ABC تمام and also can give you colorectal cancer تمام. يعني انت ممكن تورث عنهم الكولوريكتال كانسر وممكن تتعلم منهم اي بي سي تمام. بيجي في الادولسنس والايرلي ادلتهود. طيب الجاردنر سيندروم نفتكرها ان هو كانه جارد تمام، بودي جارد ماشي. طيب البودي جارد ده افتكر كده ان شكله دماغه تخينه وايده كبيره تمام، عينه سودة واسنانه كتيره. طيب ليه الكلام ده؟ لان الجاردنر سيندروم ده اسمه سيندروم، فهو بيبقى فيه مالتيبل تيومرز، من ضمنهم ان هو بيجي فيه بوليبس تمام، بس فيه اكسترا انتستينال ليجنز كتير مهمه لازم تعرفها، هعدي عليها بسرعه كده. قلنا ان هو دماغه تخينه فهو بيجي له بيحصل له تيومر يعني في البرين اللي هو استيوما اوف ذا سكال تمام. كذلك ان هو قلنا ايده كبيره بيحصل عنده فايبروماتوزس تمام. فايبروماتوزس يعني تيومر اوف مايو فايبروبلاست، ممكن يجي في اي حته بس بيجي موستلي في الايد تمام. طيب عينه سودة لان هو بيبقى عنده الـ لما نيجي نعمل له فاندوسكوبي هنلاقي فيه بلاك سبوتس في الاي تمام. فدي الايرلي يعني مفيده في الايرلي ديتكشن. فاحنا مثلا لما اللي هيتخصص رمضان ان شاء الله ما يجي يبص في عين واحد ويلاقي ايه بلاك سبوتس كده يفكر في الجاردنر سيندروم. هو طبعا كل ده رير بس هو بيحصل فنبقى عارفينه يعني سريعا كده. طيب قلنا ايه تاني؟ قلنا اسنانه كتيره لان بيبقى عنده السنان كتيره كده، حاجه اسمها سوبر نيومراري تيس. تخيل السنان كتير ازاي، ومش بس كده بيجي معاه تيومرز تانية. احنا قلنا اوستيوما وقلنا سوبر نيومراليتيس وقلنا عينه سودا بيبقى فيها لما نعمله فاندوبليكيشن نلاقيها سودا. كمان ممكن يحصل له بقى سيست، يحصل له ديزمويد تيومر، يحصل له ادرينال جلاند تيومر، بوليبوزس هي دي اللي بنتكلم عنها اصلا تمام. طيب في كمان التيركوت سيندروم. التيركوت سيندروم ده مينلي بيبقى جاي تيومر في الجلايوما سيلز في البرين اللي هي الجلايال سيلز اوف ذا برين، وبيجي معاها المالتيبل بوليبوزس ماشي. طيب بالنسبه للادينوكارسينوما والكارسينويد تيومر، هما الاثنين طبعا دول مالجننت تمام. طيب بالنسبه للادينوكارسينوما فهي بتبقى موجوده في الاستومك وممكن تطلع في الانتستين. طيب هي بتطلع منين اصلا؟ ادينوكارسينوما ادينو يعني جلاند، فهي جلاندرال سيلز بتطلع من الجلاندرال سيلز اللي هما لايننج السمول انتستين تمام. احنا دلوقتي بنتكلم في سمول انتستين فمش بنتكلم دلوقتي عن الاستومك، الاستومك نتكلم عنها في محطه الاستومك تمام. طيب فهي بتطلع من الجلاندرال سيلز لايننج ذا سمول انتستين. طب منين برضو بالظبط؟ ديدنوم وجيجنوم يعني اول السمول انتستين ماشي. طيب بتطلع في سن كام؟ من 40 ل 70. طيب الكلينيكال فيتشرز بتاعتها زي اي سرطان، ابدومينال بين، انتستينال اوبستراكشن، ويت لوس، بليدنج. طيب لو طالعه بقى بما انها في السمول انتستين ممكن تقفل الامبولا او فتر فتعمل لي اوبستراكتيف جوندس تيومر بقى تمام. طيب الجروس بيكتشر بتاعتها هتلاقي بلوبيت فانجيتنج ماس تيومر كده واضح وظاهر، تعمل لي حاجه اسمها انيولار لينج او نابكن رينج. نابكن رينج دي يعني الابل كور ابيرنس تمام، ممكن تعمل ابل كور ابيرنس. طيب وممكن تعمل لي مالجننت السر تمام، بس ده انكومن يعني، هو غالبا بتعمل لي البلوبيت فانجيتنج ماس. طيب الميكروسكوبك بيكتشر بتاعتها يعني هي ممكن تكون ويل ديفرنشيتد وممكن تكون بورلي ديفرنشيتد وممكن تبقى انابلاستيك اللي هي اندفرنشيتد. لو ويل ديفرنشيتد يعني بتبقى احسن شويه من البولي ديفرنشيتد، احسن من الانابلاستيك طبعا. طيب بالنسبه للكارسينويد تيومر يعني ايه كارسينويد؟ كارسينويد يعني تيومر بتطلع من النيورو اندوكراين سيلز تمام، بتطلع فازو اكتيف بيبتايدز يعني بتطلع حاجات شبه الهرمونز بتشتغل بتعمل الافكت بتاع الهرمونز تمام، فبتاثر على الفانكشن بتاعت الجي اي تي. طيب بتطلع منين؟ اكتر مكان بتطلع فيه هو الابندكس، خصوصا التيب اوف ذا ابندكس بتطلع في الحته دي يعني، لو دي الابندكس تطلع في التيب بتاعتها اكتر حته تمام. ممكن تطلع في اماكن تانية برضو في الجي اي تي زي الاليوم ماشي، وممكن الريكتا، ممكن استومك، وممكن كولون. فنحفظها ازاي؟ اول حته في الكولون اند ريكتم تمام اللي هو الابندكس، واخر حته فيه اللي هي الريكتم، بعد كده نحط في النص سمول انتستين تمام، بعد كده نحط استومك، بعد كده نحط كولون. طيب بتيجي في سن كام؟ الكارسينويد بتيجي في سن كبير قوي يعني بتيجي في السكس ديكيد ماشي، فهو كانها كانسر ان سلو موشن كده تمام، عمال يطلع هرمونز وبتاع ويجي على الستينات كده يبدا يظهر الايه الاعراض الجامده بتاعته. طيب الاوريجن زي ما قلنا بما انه نيورو اندوكراين سيلز وبيطلع لنا هرمونز واغلب الاماكن بتاعته بتبقى الابندكس تمام، بس هو في الابندكس بما انه اكتر مكان بتطلع فيه بيبقى بناين، ودي من رحمه ربنا طبعا انه يعني الاماكن اللي بتطلع فيها كتير بيبقى غالبا بناين. طيب بيطلع تاني مكان فين؟ في السمول انتستين، بس بيبقى هنا اجريسيف بقى ماشي.
طيب some patient present بقى اللي بيجي عندهم carcinoid syndrome اللي هم التيومرز دي بتطلع secretions اللي هي الفازو اكتيف بيبتايدز. زي ايه بقى؟ تلاقيها بتطلع سيروتونين. طيب السيروتونين ده بيعمل ايه؟ بيزود لي الجي اي موتيليتي، تمام؟ اللي هي بتطلع برادكاينين، واحنا عارفين من الجرياتريكس مثلا ان البرادكاينين ده بيخلي البيشنت يكح، تمام؟ فالكحه دي كانت موجوده في درس الانكونتيننس بتعمل ايه؟ ستريس انكونتيننس، تمام؟ لانها بتزود الانتر ابدومينال بريشر. مش بس كده بقى، البرادكاينين ده هيعمل مشاكل كتير في اللنج، فممكن تعمل كف، برونكيال ازمه، ويزس، ديزنيا، تمام؟ سيانوزس. طيب في كمان ممكن يطلع هيستامين، فالهيستامين ده يعمل لي كوتينيوس فلاشز، تمام؟ طيب ممكن تطلع حاجه اسمها كاليكرين. الكاليكرين ده كان يعني بيستخدم في يعني حاجه بتكسر بروتينات ومش عارف ايه، مش مهم تعرفوها قوي، تمام؟ وبيطلع كمان بروستاجلاندنز. المشكله ان السيروتونين الكتير ده بيتكسر في الليفر، يعني المفروض السيروتونين ده يتكسر في الليفر، ماشي؟ فالمرض ده بيعمل كمان ليفر ديسفانكشن، فتلاقي السيروتونين مش عارف يعني مفيش حاجه بتكسره فيتراكم اكتر، تمام؟ فبما ان عندي ليفر ديسفانكشن يحصل هيباتوميجالي. طيب ممكن كمان يحصل معاه حاجات كده زي سيستميك فايبروزس، ريترو بريتونيال فايبروزس، كاردياك انفولفمنت، بالمونري اند تريكاسبيد فالف ستينوزس، شويه فايبروزس كده سواء بقى في الهارت او في اللنج او في غيرها، تمام؟ لجانب الافكت بتاع الهرمونز. ده بالنسبه للكارسينويد سريعا. طيب الجروس بيكتشر بقى بتاعته، ممكن تلاقيه في الابندكس او الريكتم، تمام؟ لو في الابندكس او في الريكتم اللي هو في اول الكولون او في اخره خالص، تلاقيه كده ايه؟ سوليتري سنجل. اي مكان تاني بتلاقيه مالتيبل، يعني لو في السمول انتستن بتلاقيه مالتيبل عشان كده هتلاقيه اجريسيف، لو في اي حته تانيه هتلاقيه مالتيبل، لو في الاستومك تلاقيه مالتيبل. طيب سيميكوزا انترا ميورال ماسز، ماشي؟ بتبقى الاوفرلاينج ميكوزا انتكت، يعني تلاقيها سليمه، يعني هو بيبقى سب ميكوزا، تمام؟ فالميكوزا تبقى سليمه وهتلاقيها زي ما هي، هتلاقيها مرفوعه بس كده لان في تحتها ماس، ماشي؟ وهتلاقيها بوليفويد، ممكن تلاقيها طالعه كده او بلاتو عامله كده، ماشي؟ وبتبقى غالبا اقل من 3 سم. طيب بتلاقيها فورم فيرم او سوليد ماس يلو وتان ان كلر، كلام فاضي. الميكروسكوبك بيكتشر بقى بتاعتها، تعالى اوريك الميكروسكوبك بيكتشر. طيب هنلاقيه الاول ممكن يعمل ياخد اشكال كتير كميكروسكوبك، يعمل نيستس، يعمل جلانس، يعمل ايلاندز، يعمل ترابيكلي او شيتس. مش ده انا جاي اتكلم عنه دلوقتي، جاي اتكلم على شكل الخلايا نفسها. الخلايا نفسها بتبقى مونوتونس. يعني ايه مونوتونس؟ يعني يونيفورم، شكلها شبه بعض. بص شكلهم كده ايه، كور كده شبه بعض، ابيسيلات سيلز، وبيبقى عندها سكانت لايك بينك جرانيولار سيتوبلازم، يعني السيتوبلازم بتاعها خفيف كده افتح شويه، بينك جرانيولار سيتوبلازم، ماشي؟ طيب وفيها ريجولار راوندد تو اوفال ستيبلد نيوكليوي. ستيبلد يعني ايه؟ يعني فيها بيبر سولت اند بيبر ابييرنس. يعني بص مثلا هتلاقيها منقطه كده ايه، سولت اند بيبر، سولت اند بيبر ابييرنس، تمام؟ كذلك بتلاقي فيها فايبرس ستروما. نفتكرها برضو ان سكانت اند فايبرس ستروما دي كانت في هنا برضو بيحصل من المانيفستيشنز بتاعت ايه، فايبروزس، ريتروبيتونيال فايبروزس وترايكاسبيد والكلام ده كله. طيب بنعمل لها جريدنج على حسب على حسب الميتوديك فيجرز فيها. بنصبغ الاول الشريحه بستيل، تمام؟ اسمها كي 67. ولو لقينا الخلايا اكتر من 2% منهم اتسبغ بالكي 67 دي النيوكليوي، يعني يبقى دي لو جريد، اقل من 2 قصدي، تمام؟ لو من 2 ل 20 هتبقى انترميديت جريد. لو اكتر من 20% منهم اتسبغ بالستين دي، يعني النيوكليوي اتسبغت بيها، فهي فيها ميتوتيك فيجر عالي، فهتبقى كده هاي جريد، تمام؟ اللي هي جريد 3. يبقى كده ايه، قلنا اقل من 2 لو، من 2 ل 20 انترميديت، 20 هاي. في الحاجات اللي زي دي بنحفظ رقمين بس، نحفظ 2 و20، اقل منهم لو، ما بينهم انترميديت، اكتر هاي، تمام؟ يبقى نحفظ ايه، 2 ل 20. طيب باقي معانا ايه، اتكلمنا عن الكارسينويد سيندروم، باقي معانا الجي اي تي لينفوماز. طيب بالنسبه للجي اي لينفوماز، هم عادي زي اي لينفوما، هنتكلم بنفس الانواع بنفس كل حاجه. لو نتكلم عن الانسيدنس بتاعهم، هم اكتر مكان بيحصلوا فيه يعني اكتر مكان اكسترا نودل، يعني بره الليمف نودز، هو الجي اي تي عموما، تمام؟ طيب بتبقى 1-4% من الجي اي مالجنسيز، غالبا بتبقى ما فيش انفولفمنت الحاجه بره التراكت، يعني ما فيش حاجه بره الجي اي تراكت، زي مثلا ما بيروحش ليفر مثلا، ما تروحش سبلين، ما تروحش بون مارو، تمام؟ هي بس في الجي اي تي، يعني جي اي تي لينفوما، الليمف نودز بتاعت الميكوزا بتاعت الاستومك، تمام؟ هي اللي حصل فيها البروفريشن وحصل فيها الكلام ده، حصل فيها الليمفوما، فهي ايه، في الجي اي تراكت بس. طيب الريسك فاكتورز، كرونيك سبرو لايك سندرومز، اي حاجات تعمل التهابات في السمول انتستين، نيتيف اوف ميديتيريان ريجن، تمام؟ نيتيفز اوف ميديتيريان ريجن،
HIV infection اي حاجه تقلل المناعه، تقلل المناعه جامد بقى HIV او organ transplantation واخد immunosuppression حاجه قللت المناعه جامد، فبعدها الليمف نودز بتحاول يعني الخلايا بتحاول تهايبر فانكشن وتحاول تبروفيليت فتعمل ليمفوما. تمام. طيب الكلاسيفيكيشن زي اي ليمفوما، يا اما تي سيل يا اما بي سيل. طيب اللي احنا عارفينه واخدينه في الهيماتولوجي هو البي سيل. البي سيل دي بتبقى ايه؟ في منها البي سيل لينفوما، تمام، اللي هي لو جريد بنسميها ملطومه او مالت لينفوما، موجوده في الاستومك وموجوده في السمول انتستين. في الاستومك كنا بنقول ان هي بتتعمل مينلي بسبب الاتش بايلوري، ومجرد ما نعالج الاتش بايلوري المالت لينفوما دي بتخف، يعني متخيل سرطان يخف بعلاج الاتش بايلوري. طيب الميديتيريال لينفوما بنقول عليها اي بي اس اي دي اميونو بريفريتيف سمول انتستينال ديزيز، مش محتاجين اكتر من اسمها. اللارج بي اللارج بي لينفوما اللي هي ديفيوز لارج لينفوما دي كانت نوع اجريسيف من الليمفوما. تمام. في الفوليكولار الليمفوما دي كانت حجمها صغير برضو بس دي بتبقى كويسه يعني مش اجريسيف. البركت دي كانت حجمها انترميديت بس هي اجريسيف، يعني احنا بنقسم الليمفوما على حسب حجمها وعلى حسب حجمها بنقول هي اجريسيف ولا لا. فاللارج دي كبيره فهي اجريسيف. تمام. البركت كانت انترميديت بس اجريسيف، ودي الموست اجريسيف اصلا تايب اوف الليمفوما البركت دي. طيب الفوليكولار دي زي الفل صغيره فهي يعني مش اجريسيف. تمام. طيب المالت لينفوما اللي احنا قلنا بتيجي في الاستومك مع الاتش بايلوري، هنا بتيجي يعني خصوصا في الادلتس الميلز زي الفيميلز. الموست كومون فورم بتبقى في الويسترن كونتريز. تمام. السايتس بتيجي في سمول انتستين كولون ديستال كولون، وممكن تيجي في الاستومك زي ما قلنا. بروجنوزس بما ان هي ممكن تتعالج بمجرد علاج الاتش بايلوري، افتكر ان هي هنا برضو في السمول انتستين كويسه فهي لو جريد فهي ليها ذا بيست بروجنوزس. تمام. يعني ممكن تخف كويسه. طيب الميديتيريال لينفوما بور بروجنوزس، السبيور اسوشيتد لينفوما بور بروجنوزس. تمام. الميديتيريان دي غالبا بتيجي في في الجيجنم. ماشي. بتيجي في التشيلدرن اليونج ادلتس. السبرو اسوشيتد دي بتيجي في المشاكل اللي فيها مال ابزوربشن زي مثلا السيلياك. تمام. لما يبقى فيه جلوتين سنسيتيفيتي فيقعد يعمل انفلاميشن في الجي اي تي. تمام. فيعمل انتروباسي، فالانتروباسي دي يحصل ستيميليشن للمناعه خلايا المناعه تهيج فالليمف نودز فيها تضخم ويحصل عندي ليمفوما. تمام. اللي هي سبرو اسوشيتد ليمفوما، ودي برده ليها بور بروجنوزس وبتحصل غالبا في البروكسيمال سمول انتستين. بس كده، شكرا جدا.